في ايفنت اسكندريه اللي فات كان معانا مدام امينه. مدام امينه كانت 55 كيلو نزول، يعني كانت خست 55 كيلو. وفي ايفنت طنطا جات لنا وكانت خسه كمان 20 كيلو. كده مجم او مجموع نزول وزن مدام امينه 75 كيلو. ايوه انت عايز تبقى رشيق، تبقى رشيق يعني اشترك في القناه بس كده. طبعا يعني. ودي حاجه يعني احنا طبعا كلنا تعرضنا ليها، يعني في ناس ما عرفتكش، في ناس ممكن تعدي عليها تقول لهم ازيكم، المفروض ان هو يجوا يسلموا عليك تلاقيهم ما سلموش عليك، تستغرب تزعل يقول لك والله احنا ما عرفنا ان انت اصلا يعني بنشبه عليك. الحاجات الحلوه دي بتديك دافع، بتديك يعني نقطة انطلاق. وبعدين يا باشمهندس هم لهم حق كمان يا جماعة، أنا نزلت نص أكتر من نص جسمي، يعني أنا نزلت أكتر من نص جسمي. مش هتخس بقى كمان ولا إيه؟ إحنا بادئين بقى لنا أسبوع. طيب الحمد لله. إن شاء الله في الإيفنت الجاي بقى. إن شاء الله. يعني أنا الناس عندنا في الجيم هناك حتى لما بروح الجيم وكده في ناس ياما الصراحة اتشجعت معايا، في ناس خست 20 كيلو وفي ناس خست 30 كيلو وفي ناس خست، واحدة خست كمان 30 كيلو وهي جاية في الطريق دلوقتي، وفي واحدة خست 20 كيلو، في واحده خست 15، وفي اللي خست 33، وفي اللي خست 17 كيلو. اللي خست 17 كيلو دي عندها شبكه بنتها النهارده، وخالتي معلش هي خست 20 كيلو، خست 15 كيلو بس هي نازله على السلم رجلها اتنتنت، كانت عايزه تيجي النهارده الصراحه بس غضب عنها. دي برضو انا شجعتها انها ايه تخس. يعني شوف انت عملتي ايه، يعني انت مش عملتي معروف في نفسك بس، لا ده انت نقلتي المعروف ده لكل الناس اللي حواليكي وكل الناس اللي شافوكي، فانت عملتي حاله من تغيير يعني حواليكي كمان هاله كده، دي هتساعدك برضو وهتشجعك ان انت تفضلي محافظه على نفسك. يعني بصي من الاخر انت مشيتي صح فكل حاجه حواليكي بقت حلوه. صح. فطبعا بشكرك. يعني الاكل ده يا باشمهندس اخر حاجه بقيت افكر فيها، النهارده الفري بتاعي. يعني المفروض افطر اللي انا عايزاه كله. لا انا قمت الصبح صراحه لان سبحان الله ربنا حببني في الاكل اللي انا باكله. انا واحده معلش ما كنت بتدخل الجبنه القريش ديت الثلاجه، كنت صراحه برميها للطيور عندنا. ما كناش بناكلوها اصلا، انا حياتي كلها كانت لانشون شيبسي جبنه حاجات من دي. اما دلوقتي الثلاجه بتاعتي بتاكل ومرتاح. انا دلوقتي حاليا والله العظيم يا جماعه انا باكل دلوقتي العيش السن كاني باكل بسكوت في حنكي، مش عيش، مش عيش سن. باكل الجبنه القريش كاني باكل حاجه، يعني سبحان الله انا قعدت اسبوع كامل. انت حسنتي. بصي في اكل ما بين الاكل، في فرق ما بين الاكل الطبيعي والاكل الصناعي. الاكل الصناعي بيحاول ان هو يخلو طعمه الانسان يتعود عليه، فتيجي تاكل الاكل الطبيعي تحس ان هو طعمه وحش. ودي النقطه اللي لازم نعرفها كلنا، ان انت لو انت اتعودت على الاكل الطبيعي لفتره انت مش هتقدر تستغنى عنه، لان ده سبحان الله ربنا لما خلقنا خلق معانا الاكل الطبيعي مش الاكل اللي بيتصنع في المصانع وفي المعامل. فلما انت غيرت من عاداتك ومن طريقه اكلك ومن نوعيه اكلك دي للاكل الغلط والاكل المصنع، انت جسمك ابتدى يحب الاكل المصنع ويوهمك ان ده الحاجه الحلوه اللي انت مش هتقدر تستغنى عنها. فانت عايزك يعني زي بالظبط كده لما تقول لك العربيه دي عشان خاطر تحافظ عليها تحط ليها الزيت بتاعها ده، لما هتغير لنوع تاني العربيه هتبوظ منك. هو ده اللي احنا حصل معانا، ان احنا لما غيرنا من اكلنا الدنيا باظت مننا، لكن لما احنا رجعنا للطبيعه تاني الدنيا رجعت معانا تاني. صح. بشكر حضرتك. خليني اكمل بقى. كملي. طيب انا عايزه اقول كل اللي في كل اللي في قلبي، لان الصراحه نفسي ناس كتير تشجع وتوصل لنا فيه، لان انا الصراحه فرحانه بنفسي مع ان انا بشوف ياما، بس فرحانه باللي انا عملته ونفسي ناس كتير تعمل كده. واقول امي صراحه، امي برضو لا الفضل يرجع لربنا والبشمهندس والجوزي والامي. امي في يوم امي كانت بتجيلي في الشتاء، كانت بتجيلي اصلا وهي جايه لي تجيب لي شيبسي وبسكوتات وحاجات من دي عشان خاطر العيال، وانا كمان الصراحه لان هي ام برضو في الشتاء كنت لها جايه حبيبتي وجايبه لي معاها، والله العظيم مش هتصدق ام يعني يمكن حمل خاص كبير، تقول لي عشان تاكلي لان انا عارفه ان انت بتجوعي بالليل وكده. كنت اجي بالليل اعيط واقول لجوزي انا جعانه، يرد يقول لي وانا حايش عنك حاجه، ما الاكل بره قومي كلي، اقول له لا مش واكل انا معلش خلاص خسيت يعني بخس هاكل ايه، لا بناقص الاكل ده خالص. ده في الاول خالص. انا دلوقتي حاليا مبسوطه من نفسي، يعني انا النهارده الفري بتاعي وكلت رغيفين سن، حاسه ان بطني هتنفجر خلاص، مش طايقه اكل حاجه خالص النهارده تاني. معدتك صغرت خالص خالص خالص. انا والله العظيم يا باشمهندس الجسم اللي انا فيه دلوقتي كان جسمي وانا في اولى اعدادي، انا طول عمري وانا جماعه وانا جسمي مليان،
يعني طول عمري ما حسيتش اول مره احس الاحساس ده ان انا يبقى جسمي كده بالطريقه دي. اخره زعلانه ان انا في فستان الفرح وكنت لابسه فستان الفرح والفستان ان انا هيطرشق من عليا, وفي نفس الوقت كنت مليانه والناس بقت تقول ده اكبر من جثه, مع ان في الحقيقه ان انا اصغر منه كمان وبكتير. مش متصدقين ان انا لسه 17 سنه. السمنه كل كيلو بيزودك عمر عمرك يعني. فانا عارفه الله يرحمه والد الله يرحمه كان نفسه في يوم اللي كان هو صراحه كان تعب معايا برضك, كان يقومني من على الاكل ويقول لي كفايه. وكانت ماما كانت ام تاكلني في المطبخ من ورا وكده. الله يرحمه هو لو كان موجود دلوقتي كان زمانه فرح لي باللي انا فيه دلوقتي, لان هو صراحه كان يتمنى في يوم الايام اني لاقيني في يوم الايام رفيعه. فالموضوع مش صعب والله. انا نفسي والله العظيم كل ما اشوف واحده في الشارع بس الكاميرا نفسي في يوم الايام اي واحده بتقابلني في الشارع بقول لها, يعني يمكن واحدة بتحرجني وواحدة ما تحرجنيش وواحدة بتسمع لي, بس أنا بقول أعمل اللي عليه ده البشمهندس ما بيعمل اللي عليه أنا كمان أعمل اللي عليه, لأن مش عايزة موضوع العملية ده والله والله أقرب الناس ليه. يا جماعة عمل عملية تدبيس معدة أقسم بالله إنها خسرت 30 كيلو ورجعت قصت من جسمي من بطنها ومن ترهلات اللي في جسمها يعني, ورجعت زدت 10 كيلو تاني. يعني الموضوع صعب, موضوع العملية صعب. هل النزول بالنظام الصحي ده سبب ترهلات ومشاكل من هذه؟ لا ما سببش ترهلات, لأن كمان بعمل رياضة. أنا بالنسبة لي دلوقتي يعني حتى لو مش بعمل رياضة بيبقى عايز يخس 20 كيلو لك أصلا خايف من الترهلات. أنا بالنسبة لي يعني معلش على الكمية اللي خسيتها دي كلها, حتى لو في ترهلات في جسمي يبقى أحمد ربنا على اللي أنا فيه, لأن أنا طول عمري جسمي مليان. يعني حتى معلش واحده يا جماعه كانت بتلبس 8 اكس وما كانتش بتلاقي ال 8 اكس ده اللي فين وفين, دلوقتي بتلبس اكس لارج وتعب بتلاقي كمان وتعب بتخش في اللارج كمان. يعني انا في يوم اخر مره رايحه اجيب طقم عشان فرح وكده, فدخل المحل فناسيه يعني ان انا خسيت, وبعدين بقول لها في مقاسي, جت بصت لي كده قالت لي انت بتهزري ولا جيت ولا في ايه بالظبط النهارده؟ قلت لها لا بجد في مقاسي, فجت قايله لا معلش انا نسيت انا كنت تخينه وخسيت. فجت ضحكه كده قالت لي انت كنت تخينه وخسيت, قلت لها فعشان كده بقول لك كده شغال بالدماغ القديم. فالواحد دلوقتي الاول كان يخش المحل ويقول انا عايز ده مقاسي, دلوقتي انا بخش وبختار اللي انا عايزاه. يعني في تفرق كتير, ومعلنا من ده كمان وده كفايه صحتي اللي رجعت كيلو. كفايه صحتي اللي رجعت لي يا جماعه. كم اصلا انت وزنك كام؟ وزنه كام؟ قرب مني يا باشمهندس 75. لا 65. يعني انت خسيتيه وزياده, الشنطه اللي هناك دي هيشيلها يبقى كده بخسيت ابنك. حتى لو حد شاف التليفون بتاعي, التليفون بتاعي عباره عن صور. حضرتك بقى شايله الواد ده ماشي كده اهو ورايحه جايه بيه. والله يا باشمهندس يعني متخيلين الرقم اهو, يعني هو انفصل عنها يعني. حتى كان الواحد لما كان انا مخليه صور قدامي في التليفون, كان ابو براء معايا صورته برضك, وكنت حاطه نموذج ليا ان هو كان 137 ووصل ل 70 كيلو, كنت بقول يا ربي انا 147 عايز اوصل لل 80 بس. وفعلا انا وصلت لل 80, لقيت نفسي لسه عايزه اكمل, وكنت عايزه اكمل كمان, بس جوزي الصراحه اللي حلف عليا قال لي كفايه لحد كده بقى, لان انا شايف قال كفايه لحد كده بقى, انا شايف ان كده حلو قوي. وبعدين يا باشمهندس كفايه ان حضرتك نورتنا لحد هنا, يعني معلش ديت مجيتك ديت على عيننا على عيننا وعلى راسنا. والله العظيم كنت ابعت اي سؤال للصفحه في خلال 5 دقائق الاقيهم بيرد عليا خلال 5 دقائق. الصراحه الصفحه ديت حتى هو يعني فريق عمل اصلا تقريبا, لا فريق عمل الصراحه موجود يعني, ما صراحه يعني صراحه ربنا يجعله كله في ميزان حسناتكم يا رب. فالموضوع سهل مش صعب يعني يا جماعه, والله العظيم ده اللي اصعب العمليه والحاجات دي كلها. يعني انا واحده عندنا عم في الشارع عاملاه عمليه, الدكتور مانعها ان تمسك السكينه بايديها. طب انا واحده معلش شايله بيتين اتنين, شايله امي وشايله بيتي, طب انا لو رقدت مين اللي هيعمل لي؟ لا مش هتقدري والله, ما حدش هيعمل لي. انا حصل لي موقف خالص اول ما جيت عملت رجيم, مش هقول لكم ان انا يئست, انا رئست, بس ربنا عشان خاطر يرجعني تاني ارجع تاني ابدا تاني الموضوع ده. كنت بقى بغسل الحمام بتاعي في يوم, فالصبانه بتاعت الحمام مكسوره, فايدي انفتحت, صبعي انفتح, صبعي اليمين انفتح, فهو اتخيط. فجيت قلت يا رب, يعني طبعا الراجل الدكتور لما جه خيطه لي قال لي ممنوع ميه تيجي ناحيه صبعك خالص, فقلت له خلاص ماشي يعني في صبعي اليمين, وفي نفس الوقت مش قادر اعمل حاجه لنفسي, بقيت اجيب جوانتي واشتغل لنفسي. طب انا يا رب انت مديني الصحه ان انا اشتغل لنفسي دلوقتي, امال لو رقدت مين اللي هيعمل لي؟ طب عيالي دي هيروحوا فين بعد كده؟
هيروحوا فين بعد كده؟ طب وامي؟ انت الحمد لله دلوقتي كده بصحتك الحمد لله. الحمد لله غيرت نفسك بنفسك الحمد لله. ما حدش ليه عندك حاجه خلاص ان شاء الله لا قوه الا بالله الحمد لله. وانت بايدك بقى ان انت تكبري الدايره اللي حواليك للناس اللي انت بتساعديهم اكتر واكتر. وان شاء الله من خلال هذا الفيديو برضو ان شاء الله باذن الله ناس هتتشجع بيه اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله. لما تشوف سيده خست 75 كيلو يعني نص وزنها يعني وزن الشاب ده معاه كمان شويه شنط فده حاجه عظيمه جدا. بشكر حضرتك يا مدام امينه. وانا اللي بشكر حضرتك جامد والله يا باشمهندس. بشكر فريق العمل كله هو ده يعني معلش يعني بعد اذنك طبعا ده كان ليه دور كبير صراحة جدا جدا صراحة جدا الفضل جداً يرجع لربنا وحضرتك ربنا وجوزي وامي صراحه واختي واخويا لان هم صراحه اكتر ناس وحسيت بيهم ان هم وصلوني اللي انا فيه اقرب الناس ليا اللي هم مني وانا منهم. ربنا يديك الصحه. والله يا باشمهندس رب يعني جداً. ربنا يجعله كله في ميزان حسناتهم ويجعل حضرتك يعني خير يجعله كله في ميزان حسناتك يا رب. يعني الباشمهندس ده صراحه يمكن حاسه ان والله العظيم انا عن نفسي بقول ملاك ماشي على الارض ان وصلنا كلنا اللي كده انا جنوب قد كده ليه بس انا عن نفسي والله العظيم يا باشمهندس يعني الصراحه يعني لما الواحد بيشوف لك فيديو انا عن نفسي انا يعني جوزي قال لي ايه قال لي انا هجيلك هنزل لك ما كانش عندنا نت في البيت قال لي خلاص انا ده هوصل لك نت في البيت عشان خاطر كل يوم تشوف الفيديو بتاع الباشمهندس. ليه بقى؟ لان خلاص كل ما اطلع بره الناس تبص لي بصات انا ببقى ماشيه في يوم تزهقيش كده تتفرج على الفيديو بتاع الباشمهندس. لا طبعا ما بزهقش. يا عم انت بترغي. طب والله ابدا. ايه يا عم انا ده انا بساعدك والله ده انا بقول لك طب والله يعني ابدا تشجع قوم وتغير وكده. انا كنت في رمضان ليه انا كنت في رمضان انا كنت في رمضان ببقى نايمه والله العظيم وسماعات في ودني واسمع الباشمهندس بيقول ايه يعني جودي يقول لي طب نام وقوم الصبح اسمع اقول له لا هقوم الصبح اسمعه تاني بس عايز اسمعه بيقول ايه دلوقتي. يعني انا الصراحه الصفحه يمكن احسن حاجه حصلت لي في حياتي كلها. صح والله بجد يا باشمهندس وبشكر حضرتك وبشكر فريق العمل كله وان شاء الله تخس انت كمان ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليكي. شكرا مدام امينه. بشكركم من ابطال طنطا بنحييكم ونتمنى لكم حياه سعيده ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. الناس اللي بتسال ازاي نحصل على انظمه لو نفسك تخس ادخل بسرعه حمل تطبيق لو نفسك تخس من على جوجل بلاي هتلاقي فيه كل الانظمه اللي انت عايزها وكل انظمه المسابقات وكل الانظمه العاديه وكمان وصفات الاكل. المهم حمله من على جوجل بلاي صدقني هتلاقي التطبيق سهل وبسيط والتعامل معاه بسيط جدا وكل يوم بينزل لك حتى النظام يوم بيوم يعني هتلاقي النظام جاي لك لغايه عندك يعني مفيش مفر يا ريس من الرشاقه وان شاء الله هنوصل للرشاقه.